الوهمية التي لا تعني شيء، لا موقعة ولا عندها مراجع ولا والو. أريد أحيل إلى السجن واعتقل شاب مخلص لعائلته ولمجتمعه لا سوابق له. والآن كنقولوا كنقيلوا نطلبوا أن السداد يبقى الإنصاف ديالو إلى يومنا هذا. لناير هو معتقل، هذا شخص اتهم بالسرقة لأسباب أنه صابوا شي بصمة يدعون بأنها هي البصمة ديالو، في حين أنه لا يوجد تقرير موقع مرقم عنده تاريخ صحيح، عنده مراجع اللي كيقول لك بأن البصمة ديالو. بالعكس، لا 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 شيء، لا شيء يقول أن حميد أزعوم هو الذي ارتكب هذا الفعل الجرمي لأسباب أنه صابوا شي بصمة يدعون بأنها هي البصمة ديالو، في حين أنه لا يوجد تقرير موقع مرقم عنده تاريخ صحيح، عنده مراجع اللي كيقول لك بأن البصمة ديالو. بالعكس، لا 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 شيء، لا شيء يقول أن حميد أزعوم هو الذي ارتكب هذا الفعل الجرمي. والشك هو انه ملمحال لربما، لان كاين واحد السياره كتعرفوا هادشي ديال السيارات في الخارج اللي ما فيهمش كثره ديال الفهمه مع لاسيرونس، بغى يكون عنده واحد المسطره ديال السرقه ديال السياره باش يمكن يتخلص فيها في الخارج من طرف لاسيرونس. هذه الخلفيه اللي كيبان لينا ممكن، لانه النهار اللي مشى شكا لانه جارو او نسيبه بانه نسيبه خو مرتو بانه تسرقت له السياره، 4 سوايع من بعد كان في المغرب، هو كيسكن في هولندا، وانا عارف كيف دار العاب باش يسرق السياره وقدر يمشي من المدينه حتى للمطار، والمطار يجي حتى المغرب، في ظرف نص نهار، في ظرف عشيه، ويبات هنا باش في الصباح يصبح عند الجدرميه. هذا اللي جعلنا كدخلنا الشك، لان الشرطه القضائيه ما بحثتش فيه، لا فوقاش مشى ولا فوقاش جا، شنو وقع ولا ما وقعش. فهاد الكيفيه اللي العداله كتعامل المواطن في المناطق ديال الريف هي اللي جعلتنا ان حنا كنفقدوا ثقتنا في المؤسسات، وكنحسوا بالحقره، وكنحسوا بالظلم، والحقره والظلم خصو يترفع من المناطق ديال الريف وبس. ديال حميد أزعوم، انا مقيم بفرنسا، مهندس في الفضاء والطيران. اشكر الله تعالى يعني على توفيقه واستاذ زيان على المجهودات التي بذلها من اجل اثبات براءة اخيه. كنشكروا كاع الناس اللي حضروا معنا واللي كيساعدونا ويعني وقفوا معنا في هذه المحنه العصيبه. جيست يعني باش نبين واحد النقطه، فهذه العلاقه وهذه القضيه لا علاقه لها مع الحراك يعني اللي وقع دابا في الريف، بل يعني كان قاسم مشترك هو الظلم، قاسم مشترك يعني الظلم. فهذا اخي يعني كما بين الاستاذ زيان ورقه تكتبات 2/1/2016 9 شهور و 17 يوم قبل ما تسرق الدار، وما موقعاش، ما معروفاش شكون اللي كتبها، وما فيها اي يعني ما عندها اي قيمه، لانه الورقه اللي ما موقعاش واللي ما سينياش ما عندها اي قيمه. خويا دخل بها السجن 5 شهور دابا، هو في السجن من 21 يناير 2016 هو في السجن بهذه الورقه هذه. كنطلبوا الجهات العليا والمسؤولين لفتح تحقيق في هذه القضيه باش لاثبات براءه اخيه، ول يعني الرفع الظلم عن اخيه بصفه خاص وعلى المنطقه بصفه عامه. وشكرا.